السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مساء سعيد عليكم. حلقتنا اليوم من برنامج المهلهل مع شاعر مبدع من خارج العراق لمع اسمه بالوسط العراقي في الآونة الأخيرة. اليوم راح يحل ويانا ضيف أحمد العبياوي وكل الهلة. حياكم الله وبياكم بالأكبر، وتحية مفعمة بالحب والحنان لهذا الكادر الجميل ولهذه القناة الطيبة ولكل المشاهدين وأهلنا في العراق والأهواز. حياكم الله، شكرا لهذه الدعوة، وأتمنى أن أكون خفيف الظل عليكم وخير ما يمثل الأهواز. حياك الله وشرفت. ألف تحية من خلالك لأهلنا وناسنا بالأهواز الحبيبة. يا حبيبي أبو الأهواز، شنو أخبارك؟ والله لله الحمد بخير. رحمة شلون سولف لي عن الحركة الشعرية بالأهواز؟ والله الحركة جيدة جدا، والآن يعني بالآونة الأخيرة أبو الأكبر ظهرت عندنا طاقات مهمة جدا بكتابة القصيدة تحديدا. جيد، نحصرها بين قوسين، بالقصيدة جميلة جدا، والآن عندنا الحمد لله منتديات، وأذكر اسم منتدى واحد اللي الآن آخر إنتاج كان له، منتدى الإشراق، وكان من أبرز المهرجانات التي مرت بتاريخ الأهواز، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة. لطيف. نعم، في محرم. لطيف. نعم. كانت شاعرة أهوازية، كانت إذا عرفت أنه سابقا كانت ضيفة عندنا، بصراحة جيد وتشكر الجمهور الأهوازي، حقيقة جمهور يحب الشعر وجمهور مناصر للجمال. نعم. ألف تحية مرة أخرى من حضرتك. يا حبيبي تحية لك. شلون كان دخولك للعراق شعرياً أقصد؟ نعم طبعاً. والله أنا كنت بعيد جداً من التصوير يعني والتوثيق. جيد. إيه، بما أنه يعني التوثيق قليل جداً بالأهواز، قليل جداً. يعني قبل لا أجيب على السؤال أكو شيء أنوه عليه، بعد دعوة خواطر وما شابه ذلك من الدعوات، من أول يوم رجوعي إلى غاية محرم يوميا أنا عندي مهرجان، ولكن تجي ما تلقى عندي ولا فيديو. بالأهواز. بالأهواز. نعم. إيه هاي شغلة صحيحة برأيك؟ لا أبدا. ها مو صحيحة. أبدا مو صحيحة. جيد. يعني شنو علما نحكي إذا ماكو توثيق؟ التوثيق من أهم الإضافات للشاعر في الوسط الشعر. جميل. نعم. دخولي. سولف لي على خواطر. نعم. دخولي بداية. بداية. والحسن الحشيمي. نعم يستاهلون. لهم وكل تحية كادر طيبة. المنتدى. بداية هو الظهور كان يعني عفوي جدا. مشينا جلسة، جعدنا يعني ما كان أصلا خبر من التوثيق والتصوير. جعدنا قالوا شيخ ما دام جيت، أو الشاعر ما دام جيت، خلي نوثق بوذيات. وثقت قرابة الثمانية كذا أبوذيات. والله خلنا نسمع أبوذية. أي نعم، اللي هاي أكثر اشتهرت. الأبوذية تقول اخطبت قبلوا، رحت بايس يدومها بستر، وقلت فرحتنا يدومها رب العالمين، ابن عم خال أبو عمد جد أمها نهى وقبلوا نهو توقص أبو عم. الله يعين. عم الله عينك. هذا اللي أكثر اشتهار. البوذية. دروب فاق ما تنعم، شعرها مقرم، والمشت شنهي شعورها، المصيبة على الجمل ويخط شعرها، قطعت فيا وقصيبتها بدي. الله. قطعت فيا يعني راحت مسافة بعيدة. راحت جدا وبعت القصيدة. بعد نسمع بوذية. نعم. هل التغيار والشهاد من ون؟ الله. هل التغيار والشهاد من ون؟ هل التغيار والشهاد من وين؟ وبعدكم عود ما ماشين من وين؟ مجرد نية. شقل للناس منا نسأل من وين؟ سلف كل إله مقطوع بين. الله. الله 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 الله. بعد. بكيفك. بكيفك هدم بروح وبنها، مشت ما تعرف شبيه وبنها، يطارش
جيبها هي وبنها ورجلها، المهم شوفتها تهري. الله نعم. الله يبارك فيك. الله 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 يسلمك. الله 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 يخليك ويحفظك. شلون وجودك بين شعراء الأهواز؟ تقريبا حضرتك يعني أشهر شاعر موجود بالأهواز؟ أنا أقل شاعرية من شعراء الأهواز، ولكن أنا أكثر سعياً، أكثر سعياً للوصول. أعرف شلون أمشي، مو مدحاً بنفسي، ولكن جاي أدرس خطواتي بكل دقة. جيد. نعم. إيش قد مدى إيش قد مدى أو شنو كان شعورك من 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 صارت دعوة المهلهل؟ والله دعوة جيدة جداً. شنو تتوقع؟ طبعاً. ها. نعم. جيد. إيه. والله يبارك بكم ويحفظكم، ودعوة جميلة جدا. استحقاقك. الله يحفظك. أرجوك. خلينا نسمع قصيدة. قصيدة. قلت لك من نجيتين تصرت أشوى. قلت لك من نجيتين تصرت أشوى. طلعت بلوى. وكل ما شوقك يقل كنت خاف أكثر وقت عبوة. قلت لك من نجيتين تصرت أشوى. طلعت بلوى. وكل ما شوقك يقل كنت خاف أكثر وقت عبوة. الفكر كلش متعبني أنا وشالي. الله. الحزن ما هو فلوس وحلوة لتمام. من بعد الفكر أحتاج لواحد يفرجني سلام الله على الحمام. الله. ضيجة خلقي خلتني بشر متعب. يا هو شافني من عد ظل يضيج شنها أنا بشر متعب. شم سووا كثر ونوني. شم سوتان الموت يا خلي. على عيوني يا ريتي مر طيوفك بكثر ما على عيوني مر طرف رجلي. نعم. معقولة يا لم تعبني معقولة تعبتني. حنين أنا حضن ما عد من نبكي أحط الراسي بحضن. حنين أنا حضن ما عد من نبكي أحط الراسي بحضن. ورادوني أشق صورك البدار حتى خفر. ما يدرون لو ما صورك هاي ما طبيت للغرفة. ما ندري. ما طبيت للغرفة نار البية طفتني. جقار أنا من ظل الوحدي أطفأ. نار البية طفتني. جقار أنا من ظل الوحدي أطفأ. وتسألني علي شسهر. أنا ما من جرح مني. أنا موذب وأنا جسمي يريد خياط من ثوب. تسألني علي من؟ تسألني علي شسهر. وأنا ما من جرح مني. أنا موذب وأنا جسمي يريد خياط من ثوب العروسة. وأنا جسمي يريد خياط من ثوب العروسة. أنا مبهذل شعر كاتب لك قد ما قلت لك ليش ما تسأل. قبل كل شي جميل وياي بس انت كنت اجمل. قبل كل شي جميل وياي بس انت كنت اجمل. علي من بللت رمشي. علي من بللت رمشي. ومن قد ما حزنت عليك يتراوالي ثوب اسود اذا البس جفن وامشي. يتراوالي ثوب اسود اذا البس جفن وامشي. يا فلاح تكرهني أنا قاعد. قمت لو ودع الخطار هم ابكي بكثر ما جاسني وداك. الله. يا فلاح تكرهني أنا قاعد. أنا قاعد. قمت لو ودع الخطار هم ابكي بكثر ما جاسني وداك. وطفل حسيته مسروح موقف مر علي حتى استحى احكي. مكان البيت وادعنا لقيت اثنين عشاقة وقمت أبكي. الله. لقيت اثنين عشاقة وقمت أبكي. قمت أبكي وما جارحني لا تحلف. جرح البية لو رسمنها مينزل. ما جارح لا تحلف.
جرح البية لو رسمنا هم ينزف وانا دمي دمع مهضوم يمتيجف وانا دمي دمع مهضوم يمتيجف رغم ما ادري ما تقوي اغنى مقضي وحق عد الجمل من يعر من دان سمعت منك حكي كسر لرجلي اوف حق عد الجمل من يعر من دان سمعت منك حكي كسر لرجلي وكون ادري الحكي لاذاك وكون ادري من الباقاك اخوك تعار شوطه قاته من تصير بالماي نوقف بيه نوقف خويا سلام شلون هذا البيت مال ما جارحني لا تحلف جرح البية لو رسمنها ميمز الله يسعدك نعم انت تحب لو متزوج لا والله انا ما متزوج تحب ها كنت احب هسه لا راح تحب راح تحب ما اعتقد ها بس انت ما تحب هواي احسك ما مشيب مو ما احب حب عن حب يختلف جدا مو يختلف لو ما طبعا يختلف حب عن حب يجوز الان انا جاي اعيش حاله حب وجميله جدا الله يوفقك نتمنى لك التوفيق جميله جدا نتمنى لك التوفيق انت خوش شاعر الله يحفظك والله خوش يا شاعر يا حبيبي بالله الكريم يا عمري كاتب نعي كاتب نعي نقدر نسمع بيت اي بيت نعي تعبان من روحي الغريبة عمت عيني يا المبعد وروحك جريبة كل ما ذكرك أنعى بالبية بردان غطون بقصي الله نعم عم ترى تأذيني هاي الحلقة يا حبيبي والله يا حبيبي ناخذ فاصل ناخذ فاصل يلا حياتي. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الأكارم عدنا وياكم مع الجميل يا حبيبي الشيخ أحمد كل الهلا يا هلا بيك يا حياك مرة ثانية الله يخليك كل الهلا بيك كم مكان قريت فيه بالعراق؟ والله هي بعد الأولى كانت خواطر أي. نعم تحياتنا لهم هذا المنتدى الجميل والرائع جدا رائعين جدا رائع جدا وأضاف لي الكثير والكثير ها نعم أضاف لي هواي جيد هذا المنتدى ومن وراء خواطر؟ من وراء خواطر جتني دعوة منتدى نبضات البصرة نعم ألف نعم. تحية لهم أيضا تحية لهم وطبعا كنت ضيف في منتدى الطريق نعم. منتدى الطريق نعم ألف تحية بعدين جتني دعوة منتدى الأمين الثقافي اللي بغداد بغداد نعم. زين تغير عندك الوضع بالأهواز جدا ها نعم جدا وبعدين اجتني دعوة بالعمارة ميسان حلو ألف نعم. تحية الميسان العظيمة كان مهرجان راقي جدا يا أخي هاي محافظة ناقع بدمي أموت عليها هن وناسنا ايه كان مهرجان جميل جدا حسيني بالمعلومة يعني المحرم اي ميسان حسينية والدعوة الأخيرة والموقف والكرم طبعا هذا الحسين العظيم نعم والدعوة الأخيرة كانت في كربلاء مشاركتي كانت ايه معي أسماء جميلة جدا شلون كان حضورك بيناتهم رائع جدا لله الحمد وأنا كل مرة بالأخص الشعر الحسيني كل ما أنجح أحاكي الحسين سلام الله عليه أقول له سيدي هذا اختبار امتحان أو نجاح فإذا كان نجاح فشكرا وإذا اختبار لا تخلينا أرسل شيخ أنت انعزالي لو اجتماعي البشر إذا عرف نفسه وبعد مراحل شاقة جدا من الحياة يكون معتزل أفضل ومنعزل أفضل ووحيد أفضل توصل مرحلة من الناس تقول الوحد أحلال وتسكت على إنسان تشمه يلا تنام ويخرب كل شيء بالتالي
مثل الكاتلك وشوفه بالتشيع ما تقدر تقلهم هاد كتال. للأسف والله. نعم. بس أنت ذايب بالحب. جدا. شلون علاقاتك بالوسط الشعري العراقي؟ جميلة جدا مع أكثر الشعراء عندي علاقة. حلو. بالآونة الأخيرة ها. قبل ايه؟ لا. ها ها ها. نعم نعم الآن يعني هذه الفترة الأخيرة. هاي كم شهر؟ جيد موفق إن شاء الله. الله يسلمك. خلنا نأخذ لنا قصيدة بعد. قصيدة. وظل ساكت. أظل ساكت؟ نعم. لا أحكي ولا أغني ولا واحد يمر بي خبز بايت. أريد أنحب من حقك. أنا إنسان زحما عشت مذلول حتى الماي ما سامع بقد انشب. من مرات أعصب عليك تجبرني ولك حبني عشت مثل الضماد اشفيك والذبن وحتشيك هالايامي بز ولك ناسي ناس عركس معهم ويحشمون وبوي محزم ويحجز وكنت غافي على ضراعي قلت ما قوم خاف تفوز يا ويل اش كثر متعافي ولك تاهيش تتعافي عفت انسان كاني الله شال شال مال تفز وحكيك هالايامي بز ولك ناسي انا ادري عركه عركه اسمعهم ويحشمون وابوي محزم ويحجز وكنت غافي على ضراعي قلت ما خاف تفز يا ويل اش كثر متعافي ولك تاهيش تتعافي عفت انسان كاني ذبن عش امه ويجي يشيلك على شفاه مذهب افت الدين والدنيا وجيت بطيفك مشل ولك كل ما اذكرنا بقصيدك وش قد عيب من اثنين متصافين تبعتهم فلوس الجيل لا من مال عدي ولا من الداين ولك لا تبكي عينك مثل المراية للمعاي عفت بي قلق مسجون لما انشدوا عيوني لا يدري اللي يطق منين لا يحكي ويسمعونه وبغى الجلاد مني يطق على البيبان ورجع يقوم بمتون الله قلق مثل الجرح لومر على ملوح قلق شتال نام وعين مفتوح وكنت تعرف وداعك يقتل بلا صوت مثل المنحكم بعدان يدري الحرمل فوق راسي طقطق مني يطيح قد ما وجرتنا هل هي البايع اسرار انا وياك اشبه طقه الحاجوز ما حد ياخذ الثار ويظلون ويظلون اول موعد بيناتنا شمحنا عطر حطيت حتى اكثر من النوم خرب يومك أطر حطيت حتى أكثر من هديوم يا تعب التعب تعليم تاهيت التعب عفت تذكر من كنت أتمرض وأذبل وعوف الدكتور ببيتي وجوي كنت جرحي يريد برتك مو وقت ملحك تذكر من كنت أبكي تقابلني تظل تضحك وبالضحك معقول العشق هم ينتهي دوره ومعقول العشق لو مات ورثك منه بالصورة وقمت احسب جروحي عليك مثل التو كاتب لقصيدة ويحسب شطور وصلت مرحلة شقق رسائلي تجي لصورنا تحرك وسامينا على الشجرة كتبناها الشخبط احسن كل شبية يعت احسانة قبل لا ان ولد ميت وبعد هذا الحكي كل أبو ساعه لا أحكي ولا ولا واحد من مربيه خبز بايت خبز بايت بس أنت طيب يا عمري شنو أصعب شعور؟ صعبة الساترة يفضحك وصعبة تشوف من أقرب شخص جرحك
وصعب اشوف جلاد اللي يدق عليك يبكي لك وناسك قاعده وتضحك. مريت بي؟ طبعا. صعب مو؟ جدا. احمد انت موجوع. اي والله موجوع، تأذي. طبعا. ولكن الحمد لله الان عندي صديق جاي يداوي كل الجراحات. صديق لا صديقة؟ صديق. صديق. صديق والله. واحبه جدا واحترمه وقدره جدا. واقدم له تحية. ألف تحية له. الصديق اللي يستحق هاي الكلمة ألف تحية له. نعم والله. أنت واضح غامض؟ غامض أكثر. غامض؟ نعم أكثر. شنو الصفة اللي بيك مو حلوة؟ طيب. مو حلوة؟ مو حلوة. شنو الصفة الحلوة بيك؟ طيب. تقدر تمسح يوم من حياتك؟ ودك تمسح يوم من حياتك؟ لا، كل يوم كان تجربة جميلة وضافت حياة تجارب. اي طبعا. زين، ودك يوم بحياتك يتكرر؟ كل يوم يتكرر هو جميل. كل يوم يتكرر هو جميل؟ نعم. جوز بوقته كان مو طيب، جوز الان كلش حلو. يتغير اليوم، يتغير مع الظروف الجاي تعيشها. لو كان العقار رجل، من راح تخليه على راسك؟ والدي. ونعم. الشاعر منصور العبيوي. ونعم. الله يحفظك. ونعم، ألف تحية للوالد. الله يخليك ويسلمك. يحبونك؟ من؟ الناس. جدا. يكرهونك؟ ما أعتقد، لا. ما حد يكرهك؟ لا، أحبهم. طبعا يحبوني، أنا أشوف ربما شعور متبادل. جيد. نعم. ما مسوي شيء، ما خاطئ مع شخص. من مسوي عليك فضل؟ لا هواز والعراق. شيخ انت كلش موجوع. طبيعي جدا. متحمله؟ طبيعي. نسيتهم؟ تعرض بالشرب بالزاد قبلين، بس لا تعرض بنوم. والله الابتلوا بيا، ودوني اشقق عودك اسورك، لقوني مشقق هدومك. لا يا ربك. مشقق هدومك؟ نعم. شعور يومي اعيشه. يومي شقق هدومك؟ بدال الصور اذا تكون. نعم الصور اغلى. شنو اللي ممكن يخليك تشق الصور؟ اجي شق الصور مو زيج الهدوم. ها؟ اجي شق الصور مو زيج الهدوم. وشق زيج الصور بعيوني تحلى. ليليا ادم بس ماني معدوم. وليليا اموت وروح عاد. عادك سوي روحك يمي ملشوم، شو انه بوشك نص قتله. انت تحب القتله. انت تحب القبله؟ لا جاي اقول لك. طحت بسالف طيب. لا جاي اقول لك. خويا طحت بسالف، انت قلت رجال تحب القبله. جاي اقول لك ليش ايش؟ اشكي. شلون بالله عيد لنا الابيات عيد لنا هان؟ عادك سوي روحك يمي ملتشوم، شو النوب وشك نصه قبله. باكي لك بواك حساب مفطوم. بشر كل مغربيه يتاني كتل. قالوا عني ذل الكسر خشوم، عنتر فارس وذل تعب. خلينا نسمع قصيدة. شيء براسي تعبني. شيء براسي تعبني. أريد أفتح ما أقدر. انتحار وداع ما أقدر. المهم يفرق. أول مرة أريد أحلم وما أقدر. وبعد من عدي يشتلزم جرح ومنين ما تلزمني تلكمني وتلفق دم. مو قلت لي اعمل من فرقاك مفتش تنقد عيوبي وذا عميان يا مش جاب لك ثوب.
ظلت بي حسرا شبق مثل الناس صليب وحتى من تشبق المظلوم. والله ظلت بي حسرا شبق مثل الناس صليب وحتى من تشبقني مقلوب. ظلت بي حسرا شبق مثل الناس صليب وحتى من تشبقني مقلوب. وما ناس انا احمد يا ريت الحزن ما يؤتاني من يظل يركض النار الفلفل اللي ما ادري شي يسموه يبرد كل شحار وانا ما ابرد. يا لسديت بابك ضعفت روح مثل المشتهى تنسد. يا لسديت بابك ضعفت روح مثل المشتهى تنسد بزرف الابره طب وبيتكم مار. صرت لك شجرة بدك عود تسقيني يا لتحطب ولو مدفون مو هيك رجعت من الوداع مترب الترب مدوهن انا عرفتك ولكن ترجع متار. الحقيقة فراقك الما يسوى الذار. مرات تبكي ولو نام انسى عيوني بردام. مرات تبكي ولو نام انسى عيوني بردام وموش دموعي دمي جف ومو لازم برد. مرات من حرورتك ترجف ومرات الجرح من الحلم تلقاه تقعد ما حد محاكي بس تنسى. بعد كل من بدربه يروح وكل من يمشي بسلوبه الشعر ارتاح لو سمع الشعر موسيقى مكتوب. والتالي تظل عيوننا تلالي انا الماي يهزني البين بس دموعك تهزني من فرحه على فرحك ومن حزنك على حزني. امس ظليت حين وحدك وامس من ارضنا عيونك صبح لكن عشت مغني. امس حطيت موسيقى وقمت اكتب انا اول بشر ما يكسر فراقي. انا حزن خمر جن من ضاقي من التشفيه حزن اكبر كون ثلاثه مطاق. من التشفيه حزن اكبر كون ثلاثه مطاقه وترف وبريدي هم مشرك وقلبي صوره عد عشاق ومواد بسعي انشق. يل خليتني متاني انا شلون بيان اذا نعشم بالتشيع يتاخر اروح فاموتا من الامتان. انا العيزان من روحه وروحه من عيزان. كل ما اقول ما مكسور بي تبين الرجه. عشت مثل الصور عايشه على الحيطان قد ما امشي واتتش وصحرة ونوك تتمشى وحزن مبهم وماكو لون فرد لون أحمر وماخذ مكان الدم. حلم ما يقضي فزيتي وبعد لحم أنا الكره تيام. أنا رتب الثامة وزعب الأحلام أشوف أنهن وما أقدر أحس أنهن. أنا دموعي مثل ماي الورجان وطحت هواي أعود تسهيل أمر حتى على شرب الماء. عايش واقف وممطور شن فيها مو قلت لك يا ابو قدله قضى نص العمر ختله. كل شيء ما مسوي المثل بس مضروب. انا مثل شو هالوجع الجميل. الله 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 ربي يسلمك. تسمح لنا ناخذ فاصل؟ تفضل. مشاهدينا الاكارم فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام عدنا وياكم بالجزء الأخير من حلقة هذا اليوم مع الشاعر والحبيب أحمد. شرفت يا حبيبي ونورت وشرف. الله يسلمك. وتحية ثالثة ورابعة وعاشرة وللمليون الأهلنا بالأهواز. يا عمرين الله يخليك. الله يسلمك. هواي غلطانين بحقك شوية
شوية وياي غلط. حسبة نجوم. شوية مزوق قلب ومزوق سلة. عادك سو روحك يمي ملتوم تشاو انه بوشك نص قبل شوية. عاد انه بوشك نص قبله. نعم. انت هاي الاشياء تعني لك مو؟ جدا. اكثر الكتابات اكتبها على موقف. لا لا اكثر شيء يعني لك. العيون، الحواجب، القذلة. الذكرى. الذكرى. نعم. تمثل كله. من عيون الحواجب الشعر. الله. جميل يا حبيب. اي والله جميل. نعم. ال يعني هذا انه من شخص يتعلق بكل كتاباتك هذه مشكله ما تقدر تشرد من عنده. صحيح. صح لو خطا. نعم صحيح. خلينا نطلع شوي من هذا الجو. سولف لي منتدى الإشراق. نعم. أي شلون الشعراء اللي بي. والله منتدى الإشراق هو شعراء طبعا القائمين على العمل. جيد. كل الموجودين الكادر شعراء. جيد. نعم. مبدعين أكيد. نعم جدا مبدعين. حافظ لهم. مو الكلهم. تقدر تقرأنا الحافظ. أحد الموجودين يوسف الساري. ألف تحية. صديقي يعني. وحبيبي. يقول ماكو علة تتبين وبنها. ماكو علة تتبين وبنها. اتهموني وخربوا بيني وبينها. مريم حبلت وشردت وبنها شهد وانا سلف ما شهد لي. بعد قرانا سيد مهدي المشاشعي. والنعم. طبعا سيد مهدي المشاشعي من ابناء منتداي. والنعم. سيد مهدي يقول بيوم موادعك ما حد وقف وياي اللي وقف وياي بس قلبي. هذا البيت جميل جدا. نعم. ميلاد التميمي. اي شو يقول ميلاد؟ يقول ابعدوا لو اريد اشوفنهم لازم تل اصعد. ابعدوا لو اريد اشوفنهم لازم تل اصعد والقلب ينتل لازم تل. الحبلة تعلمت مني لازم تل ظهر من دار وكفيهم علي. اوه الحبلة تعلمت مني لازم تل ظهر من دار وكفيهم علي. بعد قرانا بوذية. بوذية. ايش حافظ؟ ايش حافظ؟ ولكن قبل هاي احكي بوذية من والدي. يقول بس وياي يا دنيا عصيتي واخوتش خيرها تخرب حكيت الحق لكن كسره وعصيتي اذا حاك البطل ماتوا عليك. الله. بعد استرسل لنا بوذية. بوذية رحمة الله عليه حبيب العموري يقول الله يرحمه اللي يزمط لك بكاره تصير باقي وتبع باقي النطاها وثلث باقي باقي وباقي منها شبعت باقي وبقى من الكاره بس المشهد لي. وانت ايش باقي لك؟ بس المشهد لي. ملا فاضل السكراني. الله. مو الله. بس بالأسم ننهضت كلمة لا والنبض ضعضعت كلي صفيت بمشكلة محتار كلي رمى ضده خطى وصوب خوي. ملا قاسم المايود شوف فد شيء توضيح على هذا البيت الأطلال البقايا مال بآثار هذا يؤذي إذا تشوفه طبعا يؤذيك لكن هذا الشاعر اجب وصف جميل جدا ملا قاسم اللي واصل بيه القطع لمرحله اذا يشوف ذني يفرح
شو يقول؟ يا ناقه ببابهم نوخي وجد ماي، دربهم تعب متوني وجدمي، اشد من فرحه الضامي وجد ماي فرحت لما انطل لهم بالي. الله 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 الله. من القصيده اللي صاحبه فضل عليك؟ كل القصائد يعني قصيده تحسها هي اللي 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 وصلتك. ثاري لي حب من صدق مقطوع نفسه، ثاري لي حب من صدق يسحل كل شو صعب ينسى. البارحة من الصورة طاحت كانت تثقل حتى من تابوت اخوي بيوم عرس. الصراحة البارحة كلش تجيني، البارحة تعدت علي حساب عين. الله صعبة من تشوف روحك تبكي والوحدك تبرد. البارحة حسيت وحدي من نعيت وما بكى خايب الخياط طقت روحه مني وقال لي كافي تفصل اسود. لحظه ما نزل الدمع وحتى ما خليت يتبلل الدم. تذكر امك ماتت ومردت تبكي قلت لك انا بكي. الله ايد غير تكرها قايمه وانا من نمشي العمامي خاف ايدي كرها غيرك. والله من بعيد اسالي انا ما ندمان شي ما عندي غيرك. أنا شي ما قصرت وياك نادي وموش بس بعيوني باكي حتى باكي لك بشعري. من جبر ظليت واقف من عفتني نار فوقي ونار حدري وفرق ما بين اللي نقصن. انت شوقك قام ينقص وانا عمري وحقي لو غير نظيمي، حقي لو غير نظيمي. أنا شايف ضيم صادم من يمر ضيم على ميزان العدالة يصير ضالة. وعيشتي مخلصها ودي لك رسائل شن زاجة. الكاتل بوقت الجريمة شي جبالي مخلصها ودي لك رسائل شن زاجة. الكاتل بوقت الجريمة شي جبالي غير الإعدام وخنكته. وأنا من كتليتي جيت ببالينه كل ربع ساعة اللي تقضب لا يا انت تقضي ربعي نادم وشي مرة قضيت انت ايدي خاف اعوض ذكرى هاي لهسه ما عضيت صبعي. امني تصير مثل ربع امني تن السردان البس بس احس ان ليش دم. وانا بمواداعنا كلش كنت بارد ما كنت انا هم مذنب كنت هم ما انا مذنب انا قبلك ما مودح حتى ادري شلون كنت لآخر القصيدة. الله الله يا حبيبي شنو القصيدة اللي قرأتها منتدى خواطر؟ هي هاي قرأتها وشون كان تفاعل الناس بيها؟ جميل جدا شكلت حضور رائع. أنت رائع الله يديمك تستاهل والله الله يسلمك استاهل. لا هو جمهور كان رائع جدا جدا وذواق وجميل. وصلنا لختام الحلقة. نعم شنو تحب تقول للسيد المشاهد؟ والله بداية أنا خل أقدم تحية لأهل بغداد على استضافتهم يعني معازيبنا اليوم رحبوا بينا وجزاهم الله خير. الشاعر أحمد رضا المياحي والشاعر مصطفى المياحي. وبالأخير أذكر بيتين إذا تسمح لي. من حقك. بيتين من شعراء شاعرين أحبهم جدا من واسط من الكوت كرار الفراتي. والنعم يقول تدري شنه المات بعدك مات أخوي الرت فقده وما أفقدك من الدجيلي. الله. وحمزة حسن من الوافدين يقول الكاتل أخو بالغلط ما صافن بجد. تحية حب لكم الله. جمهورنا العزيز مشاهدينا الكرام ومرة ثانية تحية حب
وجمال للعراق والأهواز، والله يحفظكم، وأنتم أجمل جمهوري وأفضل حافز إلي اللي يخليني أن أبقى بالساحة الشعرية، بما أنه أنا يوميا أقرر أن أكون باعتزال من الشعر. ربي يوفقك يا حبيبي. مشاهدين الأكارم، وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم، انتظرونا بحلقات جديدة. في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري، في أمان الله.